وللحديث عن مخاوف حكومة السودان من عودة التظاهرات إلى العراق ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. حياكم الله أستاذ عبد الله. حياكم الله وحيا جماهير متابعيكم الأكارم. أهلا بك أستاذ عبد الله، بداية برأيك ما هو المبرر لهذا التضييق الذي تمارسه حكومة السودان على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الدعاوى المرفوعة ضد الناشطين؟ طبيعة النظام السياسي أو طبيعة الإطار بالذات هي طبيعة الخوف من الآخر، لأنه يعانون من ضيق أفق فكري، وهم يعني عايشين شرنقة خاصة بهم بأفكارهم، ويعتبرون أي رأي آخر يعني معادي لهم سيهدمهم، وبالتالي هم لا يقبلون الرأي الآخر، وطبيعتهم العدوانية أيضا ترفض أي نشاط آخر معادي لهم. هم لهم أهداف هو سياق العراق باتجاه إيران بالكامل، والعراقيين يرفضون ذلك، فلذلك هم بين 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 مشكلة الهدف الاستراتيجي للذهاب إلى إيران والمعارضة العراقية، إضافة إلى أن الطبيعة الشخصية لمحمد السوداني طبيعة شاعرية، يرفض أي نقد، حتى أنه يعتبر أي نقد لإجراء أي وزارة يعتبر نقد شخصي له، فذلك هو يثور ثورة عشائرية ليس باتجاه حكومي أو قانوني أو أي شيء. فلذلك هذه هي طبيعة النظام، وهذا طبيعة الإطار، هي طبيعة عدوانية وطبيعة ترفض أي نقد آخر وتخاف من الآخر وتعيش يعني ضيق أفق سياسي جدا. نعم، بالمقابل ما هي العوامل التي تدفع المتظاهرين إلى يعني محاولة إعادة إحياء التظاهرات في العراق والاستمرار بها؟ التظاهرات في العراق يعني كما عهدناها لم تنتج يعني عن نتيجة فراغ أو بدون هدف. الغاية منها هو تغيير الواقع المظلم الذي خلقته الأحزاب المحاصصة، تغيير الواقع المأساوي للشعب العراقي، تغيير الوضع السياسي للعراق كدولة مستقلة لا تذهب إلى 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 أحضان إيران دون مبرر. هذه هي أهداف الثورة يعني باقية، والتظاهرات أيضا باقية ببقاء أسبابها. فأهداف الثورة واضحة وصريحة، وتعتمد على يعني همة الشعب العراقي في الاستمرار، وبالتالي المظاهرات تلغي وجودهم وتلغي الأضرار على الشعب العراقي. ببقاء هؤلاء تبقى التظاهرات، لأنه الواقع الحال هو نفسه الذي تعيشه هذه القوى. لكن هناك وعود وهناك تصريحات من قبل حكومة السودان بإصلاح الوضع ومحاربة الفساد والنهوض أيضا بالبلاد، يعني لماذا إذن المتظاهرون لا يثقون بهذه الحكومة، ولماذا لا يعطونها فرصة لتنفيذ تلك الوعود؟ هناك في الوعي المجتمع العراقي قناعة راسخة أنه لا ثقة في هذه الحكومة، ولا أمل في أن تقوم هذه الحكومة أو غيرها ببقاء المحاصصة على شكلها الحالي أن تقدم أي أمل للمواطن العراقي، وبالتالي لا يمكن للثقة. حتى أن السوداني قالها في البداية، قال منسوب الثقة معدوم ما بين المواطن وما بين السلطة، هم يعرفون ذلك جيدا، فلذلك وعامل الثقة معدوم بالأساس، لأنه لا أمل في التغيير ولا أمل، ولا يوجد هناك إجراء واحد يدعو العراقيين لرفع منسوب الثقة فيما بينهم. هذا هو السبب الأساس في عدم ثقة الناس في الحكومة هذه أو غيرها. برأيك أستاذ عبد الله، يعني ما سبب غياب آثار ونتائج القرارات والاستراتيجيات التي قالت حكومة السوداني إنها وضعتها لتحسين واقع العراقيين؟ لماذا لا نرى آثار هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع؟ يعني كيف نستطيع أن نتلمسها على أرض الواقع إذا لم تمس مصالح المواطن؟ المواطن له يعني من له على السلطة ثلاث أو أربع شروط أساسية، وتحسين المعاشي والصحي والتعليمي والأمني. كل هذه المرافق الأربعة هي العراقيين يفتقدونها يوما بعد يوم، وتزداد سوءا على سوء. فأين يكمن يعني
هذه القرارات اللي تصدر والإعلانات والخطط الاستراتيجية مجرد ورق ومجرد أموال تصرف إلى الأحزاب وتزيد عامل الفساد أكثر وأكثر. هذا الإشكالية اللي موجودة عند الشعب العراقي ضد هذه الحكومات المتعاقبة جميعها. هناك اتفاقية لتبادل النفط والغاز مع إيران، وهناك أيضا زيارة للسوداني إلى دمشق بغية إحياء تبادل التجاري بين البلدين كما تعلم. السؤال هنا، هل يمكن التعويل على على هذه الاتفاقيات وهذه الزيارة أيضا لإخراج العراق لربما مما هو فيه؟ دول الإطار بالذات لا تنوي إخراج العراق من مصائبه والظلام الذي يعيش فيه، لأنها تريد عراق مهلهل ضعيف جدا حتى تتمكن إيران من السيطرة والهيمنة عليه. هذا هي حقيقة جوهر المشكلة الأساسية التي يعيشها العراقيين مع مجموعة الإطار. أما الاتفاقات الأخيرة مع إيران بتبادل النفط والنفط الأسود مقابل الغاز، يعني حقيقة هو ربط الاقتصاد العراقي تماما بإيران. وزيارتي إلى سوريا، يعني سوريا هي أصلا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع الأخيرة التي عاشتها منذ 2011 إلى اليوم، هي تحتاج إلى من يساعدها ويدعمها. لا يمكن لسوريا أن تقدم شيء إلى العراق، والعراق بحاجة إلى كل المشاريع الأساسية الاستراتيجية التي تهم المواطن العراقي. لا تستطيع، وإيران لا ترغب بتطوير هذه العلاقات، وسوريا لا تستطيع. فإذا هذه الزيارات لا قيمة لها ولا تأثير لها إيجابي على الواقع العراقي. في أي سياق تضعها؟ بسياق التبعية، هذه أوامر إيرانية، اذهب إلى سوريا وتقدم لهم بمشاريع تخدم الوضع السوري، تضع الميليشيات الإيرانية في سوريا، وأيضا ربط الاقتصاد العراقي بإيران، لأنه يجب أن يعرف العراقيين أن حكومة الإطار هذه تريد ربط العراق ربطا نهائيا بإيران بكل مجالاته، حتى يصل إلى عملية ارتباط العراق بولاية الفقيه، وعند ذاك سيكون العراق مرتبط رسميا بإيران تحت وصاية ولي الفقيه. نعم أستاذ سلمان، برأيك ما الذي يعنيه تجدد خروج واستمرار أيضا التظاهرات من قبل الخريجين العاطلين عن العمل وموظفي العقود؟ وهل الأجواء لربما باتت مهيئة اليوم لتتحول هذه التظاهرات لربما لشرارة لثورة جديدة في العراق؟ حقيقة ثورة تشرين أنتجت وعي عند العراقيين أن هذه السلطة وهذه المجاميع التي تحكم السلطة ليس قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي، وبدون إزالتها لا يمكن أن يحقق الشعب العراقي مطالبه وحياته الكريمة، لا يمكن على الإطلاق. فلذلك تشرين أصبحت هدف استراتيجي، هدف استراتيجي للعراقيين، وأصبح الضمير العراقي لا يمكن التخلي عنها. الشعب العراقي بفضل تشرين وفضل المقاومة العراقية رفضت، اليوم ترفض النظام السياسي رفضا قاطعا ولا تريد بقائه. هذه هي يجب أن تنهي هذه الحالة، الواقع المأساوي، بثورة تشرين. ثورة تشرين مستمرة، وبالتالي هي حاجة عراقية وليست مطلب يومي. شكرا. أو نتيجة عطالة أو شيء آخر. إنها حاجة عراقية، ثورة تشرين حاجة عراقية لإلغاء هذا النظام السياسي. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان.